سؤال من الأخ عمران الصعيدي يقول: هذا سؤالي وسؤال الكثيرين، حينما أقرأ القرآن في بعض الأحيان أكون في حالة صفاء روحي مع آي القرآن والذكر الحكيم، فأتمايل ذات اليمين وذات الشمال، ما سبب هذا التمايل وما حكمه فضيلة الشيخ؟ هذا من التصوف، هذا التمايل وهذا الصفاء الذي يقوله السائل هذا من عبارات الصوفية، فالواجب ترك هذا لأنه من البدع المحدثة. ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمايل حينما يقرأ القرآن، ولا ورد عن ذلك فيما نعلم عن أحد من الصحابة، وإنما هذا مما أحدثه الصوفية، فيجب ترك هذا الشيء والابتعاد عنه.